ايوه انت تسال استاذ معاكم فاطمه الكندلي رئيس التمريض مستشفى الامير يبني قسم الباطنيه. نور الدين من يوم الاربعاء هو بغيبوبه صار مع جلطه براسه، صار غير يعني مو واعي، مع فتحه بالقصب الهوائيه. فمن يوم الاربعاء في ناس نزلوا بس تويتر ان مريض مو صاحي مو واعي، ما استلم معاشه ما هذا. فاهل الخير اهل الكويت كلهم أمانة ما قصروا، للحين من أربعة ليوم الأحد الحين مجمعة 4336 دينار. هذا الفلوس راح أدز معاه، راح أسفره دز معاه ممرض، راح أجز له تذكرة سرير، طبعا يحتاج سرير، تكلفة السرير مع الممرض مع واحد مرافق تقريبا 2500 دينار. حتى واحد فاعل خير قال لي تذكرته على حسابي الفلوس هذا حق أهله. انزين، وانا الفلوس راح يروح بدين الممرض نفسه، راح يعطيه حق اهله هناك، مرته او ابوه او اخوه، وراح يصور لكم فيديو هم انه استلموا الفلوس. اوكي يلا، مشكورين، جزاكم الله خير اهل الكويت كلهم امانه.